الموسيقى لغة تتجاوز الحدود بين الإنسان والحيوان، هذا ما أكدته تجربة الموسيقي البريطاني بول بارتن عندما عزف في أماكن متعددة من تايلاند ليتعرض لهجوم جماهيري من متذوقي الموسيقى. تسلقوا البيانو، شدوا شعره والتهموا موسيقاه. رائع، إنها فرصة رائعة رؤية الحيوانات البرية تتصرف على طبيعتها. أعتقد أنني فوجئت وأنا أعزف على البيانو بأنهم كانوا يأكلون الموسيقى بالفعل، يأكلون ويمزقون النوتة إلى أشلاء. إنها فرصة رائعة ولن أترك هذه الأشياء تشتت انتباهي عن مشروع تشغيل الموسيقى لقرود المكاك الرائعة. عزف بول بارتن المقطوعات الكلاسيكية لقردة المكاك في معبد هندوسي قديم ومتجر كمبيوتر ومسرح مهجور، استكمالا لمشروع بدأه مع الفيلة حول أثر الموسيقى في إعادة تأهيل الحيوانات. أحب أن أعزف على البيانو للحيوانات التي مرت بحياة مرهقة، ومن الممكن أن تلعب الموسيقى دورا في عملية إعادة تأهيلهم، خاصة الأفيال التي لديها عدد قليل من الأفيال العاملة. وكنت أتساءل عما إذا كانت بعض القرود التي تعيش في لوبوري قادرة أيضا على الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية الهادئة بالطريقة التي فعلتها الأفيال في الماضي. مئات القرود البرية دفعت حصتها من المعاناة في أزمة جائحة الكورونا، حيث انخفض عدد السياح والزوار الذين كانوا يقومون بإطعامها. ودعا عازف البيانو الناس للقيام بمسؤولياتهم تجاه هذه الكائنات اللطيفة. تعالوا معا ولا تدعوا الوباء يمنع قرود المكاك من الحصول على طعام مغذي جيد، وعندما يأكلون بشكل صحيح سيكونون أكثر هدوءا وغير عدوانيين تجاه البشر الذين يعيشون حول هذه المنطقة. قد لا نستغرب كثيرا تفاعل القردة كحيوانات فضولية مع العزف، لكن كل التحية للعازف على هدوء أعصابه وسط هذا الحشد.